احنا بنتكلم عن جين نسب، وانت بتتكلمي عن 180 درجه في الشفر. ده حاجه ولا حاجه؟ ليه طلع ايه؟ ليه طلع 200؟ 200 ايه؟ انا خدت المثال بتاعي ان الجين 200، ده فرض، وشلت كلمه 200 وكتبتها ايه؟ شلت كلمه 200 وكتبتها ايه؟ انما ال 180 درجه ايه؟ الناقص دي تعني 180 درجه، والاثنين موضوعين مختلفين، ده فيز وده ماجنتيود. ده فيز وده ماجنتيود، هو ماجنتيود اهو وبفيز 180 درجة بس. كويس. هي ده سؤالك يا نسا اللي كنت بتتكلم فيه؟ لا لسه والله. طيب. خليني بقى أقول لك. المصدر اللي إداني السجن أهو. لما اساله هو ايه اللي متوصل بيه؟ لما اسال المصدر ده يقول لي، اقول له ايه الحاجه اللي واصله معاك؟ من ناحيه كانت واحد قاعد هنا وشايف دايره زي دي تقول لي متوصل بيه امبليفاير. هو فعلا امبليفاير، بس انا لما بسال طب بتعمل ايه بالامبليفاير ده؟ مش هتلاقي رد عندك انك تقول لي الامبليفاير ده بيعمل لنا حاجه. ليه؟ لانك ما خدتش منه حاجه عشان تستفيد. انت ما طلعتش منه حاجه اهو. يبقى انت اديت الامبليفاير مش كده. بنقول لك لا، العمليه مش كده. العمليه انا عندي مصدر بيطلع تيار، وهذا التيار بيمشي خلال الدايره، وانا بقول لك ان الدايره دي كلها قدام ديت هتبدو وكانها مكثف اهو، ادي البي اس. كل ده يكافئ الدايره دي كامله، ولكن المكثف ده الشيء اللي كانت هنا مضروبه في واحد زائد ايه. يبقى انا عامل الدايره دي كلها علشان تقدم لي قيمه مكافئه او تاثير مكافئ للمجموعه دي كلها قدام الناس اللي جايبه الاشاره عشان او في اس. طب مين يقول لي الكلام ده صح؟ مين يقول لي ان الكلام ده صح؟ بقول لك الان التيار ده هو التيار ده باهمال التيار اللي ماشي في البيت. التيار ده هو التيار ده، تعرف تقول لي التيار ده كام؟ اقول له اذا كان هنا سيجنال 1 ملي فولت فهتتكبر هنا تبقى ناقص ايه ملي فولت. مش ده الامبليفاير؟ الامبليفاير اهو دخل 1 ملي فولت اهو على سبيل البي اس دي 1 ملي، مجرد تجربه. تجربه ذهنيه. بقول لو كان البي اس مش 1 ملي فولت والامبليفاير موجود وقائم بعمله فانه هيديني في النقطه ديت هذا القدر من الفولت. والسؤال بقى كيف يتم حساب التيار اللي بيمر خلال المكثف؟ بقول له فرق الجور على ممانعة المكثف تديك هذا التيار. هذا التيار لما تيجي تحسبه واحد ناقص الناقص ايه؟ واحد ملي فولت ناقص الطرف الثاني فرق الجور على ممانعة المكثف. ده هيديك تقدير لقيمة التيار اللي بيسلك هذا الفرق. الجماعة اللي هنا ما يعرفوش المتاهة دي كلها. هما يعرفوا ايه؟ يعرفوا ان في تيار غريب مر من عندهم مش بتاع المكثف ده بس. طب هيقيموها ازاي؟ اهي كل المعادلة دي، ده التيار. ده التيار، سواء انت بتتكلم عن التيار اللي هنا او التيار اللي هنا. طيب البي اس قدم 1 ملي فولت بس، ما يعرفش غير واحد. هو ما عملش غير الواحد ملي فولت. وهيطلع منه تيار بسبب الواحد ملي فولت، لكن اي واحد يبص للتيار ده يقول ده لا يمكن من مكثف سعته صغيره. ازاي؟ اهو يساوي الواحد
النقط اللي انت بتقول عليها على واحد على اوميجا سي في واحد زائد اي. اعدت تشكيل المعادله. ليه اعدت تشكيل المعادله؟ عشان دي الصوره اللي اخينا هيفكر بيها. يقول لك انا مطلع واحد ملي فولت اهو، نتج تيار غريب جدا. هو ايه المكثف ده؟ اقول له المكثف اهو، المكثف الجديد بقى شيل كل الكلام ده واكتبه سي في واحد زائد. إذن اتوجدت إمكانية إن لو عندك مكثف قيمته صغيرة وأنت غير راضي بيها، إلجأ إلى أمبليفاير، كومن إميتر أمبليفاير. كلمة كومن إميتر أمبليفاير المقصود بيها أمبليفاير بيعمل فيز شيفت 180 درجة، لازم. وبعدين مش بس فيز شيفت 180 درجة، الماجنتيود بتاع الجين يبقى كبير، وإلا ما عملتش حاجة. لما واحد يقول لي الامبليفاير بيعمل فيز شيفت 180 درجه اقول له كويس، لكن بيديني جين 3 اقول له يعني ما كسبتش كتير. 1 زائد 3 يساوي 4، ايه يعني ضربت المكثف في 4 مرات؟ لا انا عايز اضربه في 200. فادي الكباستور اهو. واضحه يا نسا؟ اللي كانت نسا؟ اوكي. السؤال انقرض خلاص؟ الحمد لله. ادي العلاقه. يبقى انا بهذا الاسلوب هتلاقي في الدايره بتاعتك لما تيجي تبص في الداتا شيت بتاع اي انتجريت سيركل هتلاقي التحايل على الحصول على قيم مصعده في الكاباسيتورز احدهم دي ومن اهمهم. من اهمهم العيب الكبير ان هو بولر. ليه بولر؟ لان الجنكشن دي لازم تفضل طول عمرها ريفيرس عشان الترانزستور يبقى اكتف، عشان يكبر ويديك ال 200 اللي انت بتحلم بيهم. انما لو واحد تجاوز حدوده بقى وقال لك انا هغير الفولت واقلب البتاع الاطراف، قول له دي متاهه ما اعرفهاش. خلاص؟ طيب في وسط الكلام بقى وانا قصدت ان بعد ما تكون يعني الكلام كتر والناس ابتدت تزعل مننا في استبيان، حكم ضميرك فيه قول استبيان عن الانتجريت سيركت، ولكن للاسف العدد محدود. فاحنا هنختار كده صفوف محدده ونعمل استبيان. ارجو ان بخصوص الانتجريت سيركت، بخصوص الانتجريت سيركت، فحد منكم دكتور احنا كده خلصنا. نعم؟ احنا كده خلصنا. لا لسه هنرجع تاني للسكشن. لا يعني دي اخر يوم ولا لسه؟ لسه دكتور. هو في كاميرا دلوقتي؟ هتاخدوا انتوا لا انا هنفرض بقى دكتور. هو في كاميرا دلوقتي دكتور؟ اطفي دي دلوقتي عشان تطلع الاستبيان رقم